بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين. معنا اليوم الشيخ عبد الرزاق المهدي أحد مشايخ الشام وهو موجود معنا في ساحة الجهاد في مدينة إدلب اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرزاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم. حياكم الله. شيخ عبد الرزاق، منذ أيام حصل اتفاق بين تركيا وروسيا والناس منقسمين بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق، ما هو الرأي الشرعي لهذا الاتفاق وما هو رأيكم الشخصي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، الناس أكيد يعني مختلفون بالنسبة لهذا الاتفاق، فبعضهم ينظر ويرى أن هذا الاتفاق يعني يعتبر ألغى الجهاد وعطل الجهاد ولم تتحقق أو لم يتحقق شيء من أهداف الثورة. فالشعب عندما قام يعني بثورته قام ضد هذا النظام المستبد الظالم الذي يعني يظلم الناس ويحكمهم بالحديد والنار كما يقال وما أشبه ذلك. فهذه الثورة كانت يعني ضد الظلم والاضطهاد والاستبداد، لذلك الشعب في البدايات كان يطالب دائما بكل مظاهراته ومسيراته بإسقاط النظام، وكانوا يطالبون أيضا بمحاكمة رأس النظام المجرم بشار يعني ورموز القيادات الأمنية والعسكرية وغير ذلك. فلم يتحقق إذن للآن شيء من ذلك، لا سقط النظام ولا حوكم هؤلاء الظلمة الآثمون المجرمون. لذلك البعض يرى أنه إذن طالما لم يتحقق شيء من أهداف الثورة، إذن هذا الاتفاق جاء تكريس للنظام واستمراريته إلى آخره، لذلك هم يعارضون. الطرف الآخر يرى إيجابية في هذا الاتفاق، يعني على الأقل من ناحية واحدة أو ناحية مهمة، ما هي؟ أنه هذا الاتفاق يعني جنب المدنيين نساء وأطفال وشيوخ، نعم جنبهم القصف الذي يتبعه الاحتلال الروسي، هذا الاحتلال الغاشم المجرم. نعم، فكما تعلمون والناس يعلمون أنهم يعني يتبعون في المدن والناس الذين يسكنون في القرى والأرياف يتبعون معهم سياسة الأرض المحروقة. بل أكثر من ذلك، أنا وغيري من يلاحظون أن روسيا تركز في استهداف المدنيين أكثر من العسكريين. أنا عندي أدلة على ذلك. يعني روسيا حينما تهاجم تريد يعني تشن حرب مثلا، وهذا معروف حتى في الشيشان، فتهاجم المدنيين النساء والأطفال والشيوخ والناس الآمنين في البيوت، تهاجم المشافي، تهاجم الأسواق المزدحمة بالناس وأسواق البيع والشراء، تهاجم أي شيء للمدنيين أكثر من استهدافها للعسكريين. ذلك في كثير كما قلنا من الأحيان ما نجد هجوم للطيران الروسي على المراكز العسكرية في الخطوط الأولى، وإنما تهاجم مدينة إدلب وتهاجم مثلا بنش وتفتناز ومعرة النعمان وغير ذلك من المناطق. فإذا الناس يرون أن في هالاتفاق وإن كان فيه مهما كان فيه من سلبيات، لكن فيه إيجابية مهمة، ألا وهي شو قلنا؟ تجنيب المدنيين للقصف والدمار والخراب وغير ذلك. ما هو سبب رأيك يعني للقصف المتعمد للمدنيين ومن قبل روسيا والنظام؟ يعني الدافع لهم الإجرام، هم مجرمون وهم يعني بعيدون عن الدين وسماحة الأديان بشكل عام والشرائع السماوية، فهم غير ملتزمون بأي شيء منها، هذا ناحية. وأيضا هم يعني الحقيقة يعني ما عندهم المروءة والشهامة والنخوة وغير ذلك الذي يجعلهم لا يستهدفون المدنيين، بل على العكس كما قلنا يستهدفون المدنيين حتى يستسلم العسكريون. يعني برأيك ممكن أن يفقدوا الفصائل الحاضنة الشعبية من أجل أن يطردوا الثوار من المناطق
من مناطق المدنيين أو هذا جانب هو وسيلة ضغط. نعم وسيلة ضغط. لكن أيضا هم يعني الحقيقة حرب أعلنت أنها حرب على المسلمين أو حرب على أهل السنة من قبل روسيا، وفي صور هناك لرجال دين أرثوذكس قاموا وباركوا السلاح والمدافع والزخيرة ورشوا عليه شيء من يعتبرونه مبارك إلى آخره، فكان هذا موجودا. إذن هي حرب صليبية الحقيقة جديدة على المسلمين، لكن المستهدف الآن أهل السنة فقط. إذن هم يعني مو فقط وسيلة ضغط يستهدفون المدنيين، هم يريدون قتل وإفناء ما استطاعوا من نساء وأطفال وشيوخ، هؤلاء الذين يعني شبابهم ورجالهم ثاروا على النظام. لذلك بوتين ومن معه يعتبرون حتى الطفل الذي يعني عمره 8 سنين أو 10 سنين أو المرأة التي حملت الورود في بداية المظاهرات يعتبرونهم إرهابيون ومجرمون. شيخ عبد الرزاق، في ظل هذا الاتفاق نحن كثوار ماذا تنصحنا أن نفعل الآن، وأيضا ماذا تنصحنا في المستقبل؟ يعني كثوار وكمجاهدين يجب أن نركز على أمرين اثنين. الأمر الأول مسألة أن نبقى مجتمعين، نبقى مجتمعين. فلاحظنا في الآونة الأخيرة الفصائل قبل ذلك كان بينها ربما نزاع وخلاف وخصومات كذا، لكن في الآونة الأخيرة لاحظنا والحمد لله أنه اجتمعت الكلمة ورصت الصفوف على أننا سنقاوم الاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني وهذا النظام وعصابات بشار. فكان هناك اجتمعت الكلمة ورصت الصفوف على هذا الأساس. لذلك يلاحظ أن كانت هذه وسيلة تأثير على روسيا وعلى النظام في أنهم يعني لجأوا إلى سوتشي وما اختاروا الجانب الحرب أو القتال، لأنهم أدركوا أن الثوار هنا الآن سيقاتلون إما نصر وإما شهادة، بخلاف لما كان القتال ربما في مناطق أخرى. يعني الكثير من الثوار يرى أنه ربما له مكان آخر يرحل إليه يعني فيبقى في مثل إدلب، وهذا مشهور يعني. أما الآن لم يبقى للثوار يعني مكان آخر، إذن سيقاتلون حتى آخر يعني مجاهد أو آخر ثوري أو آخر قطرة دم. شيخ عبد الرزاق، قبل الاتفاق الروسي التركي الذي تم طلبنا مقابلات من مشايخ عدة في الساحة الشامية هنا، ولم نلاقي أي جواب من هؤلاء المشايخ من أجل أن ينصحوا الناس ماذا يفعلون في هذه الفترة الحرجة التي وقعت قبل الاتفاق. تمام، قبل أن أجيبك أريد أن أذكر إذن الأمر الأول أن نحافظ على أن نستثمر هذا الاجتماع، اجتماع الكلمة ورص الصف، وأن يعني نستمر في ذلك فإنه أعظم قوة. لذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن اجتماع الكلمة مو أمر سهل، فلنحافظ عليه. الأمر الثاني التمسك بالسلاح، التمسك بالسلاح، لأنه بالسلاح الإنسان يحمي دينه وعرضه وماله ونفسه. فهذا الطلب الثاني، أي نعم، أنه أن نقول للثوار إياكم أن تفرطوا في مسألة السلاح أو أن تسلموه لروسيا، فروسيا والنظام شيء واحد وكلاهما عدو لهذا الشعب. أما بالنسبة للجانب الآخر، الحقيقة ربما الكثير من المشايخ وطلبة العلم وربما الإعلاميين لا يريدون الإدلاء بشيء من تصريحات أو أشياء تتعلق بالأحداث الأخيرة، ربما يعني من أجل المسؤولية، لأنه ربما يكون وجهته كذا
ويكون توجه كثير من الناس الوجهة الثانية، والعكس صحيح. والحقيقة ربما فالنائب النفس والله أعلم. شيخ عبد الرزاق، أخيرا رسالة توجهها للثوار المرابطين على جبهات القتال الآن. أكيد بالنسبة للثوار، بالنسبة للمرابطين، نقول لهم أنتم في جهاد، لا تقولوا قد انتهى الجهاد وتوقف أو تعطل. أنتم طالما أنكم على الحدود ترابطون فأنتم مجاهدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الحديث في غاية الصحة، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث السهل بن سعد الساعدي، وللحديث شواهد كثيرة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي في سننه الكبرى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عنه صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن هو مات، يعني أصيب أو مات موت طبيعي، هذا المرابط طبعا على ساحات الوغى على الثغور، فإن هو مات يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جرى عليه عمله الذي كان يعمل. يعني هو عنده دائما شو، عنده صلوات الخمس وعنده صيام وعنده صلاة الضحى وقيام الليل وغير ذلك من الأجر والثواب، يبقى في صحيفته كأنه لا زال حيا ويصلي ويصوم ويتقرب إلى الله عز وجل. وأجري عليه رزقه، يعني صار الآن إن شاء الله من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، والله عز وجل قال في أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وأمن من الفتان، وتقرأ أيضا الفتان، فتان جمع فاتن يعني من الملائكة، والفتان يعني معناه هون المراد فتنة القبر. فالشهيد لا يفتتن في قبره، وكذلك المرابط في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المرابطين في سبيل الله على الثغور وعلى الحدود، نحمي العرض ونحمي النساء والأطفال. بارك الله فيك شيخ عبد الرزاق على هذه المقابلة، وجزاك الله خير. آمين. وإياك أخي الكريم. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا شهاب الظفيري من مدينة إدلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.